يا مساء الخيرات على كل محبيني ومتابعيني، ويا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، وكنا اتكلمنا قبل كده عن لغة الجسد، والنهاردة بقى هنحلل لغة جسد شيرين وحسام. حسام كتفه لتحت وإيديه متشبكة، وده وضع انغلاق، ودلالة الكتف لتحت يعني خضوع، يعني هو في وضع منغلق وكمان منخضع. شيرين بصة لتحت يعني بتفكر في أشياء سلبية. رفعت راسها تاني مع إغلاق العين، يعني بتحاول تسيطر على نفسها والمشاعر السلبية اللي بتطاردها. نزلت راسها تاني وده في حالة من الخضوع، وكل شوية تنزل راسها وترفعها، بتحاول تسيطر على نفسها. ولو لاحظنا كده هنلاقيها في عالم تاني خالص، منفصل تماما عن الواقع. لو جينا نبص كده على حسام هنلاقيه مبتسم كده شوية، ممكن نقول لحظة من الانتصار. هي بتلعب في ايديها بتحاول تشيل التوتر والحالة اللي هي فيها، وهي منفصلة تماما عن الواقع. في الحقيقة بقى ان الموضوع مش قصة اسامي خالص، حسام ولا احمد ولا زيد ولا عبيد. احنا هنا قدام شخصية نرجسية وعندها مرض نفسي واضطراب حاد. الشخصية النرجسية خطيرة، بتحاول بكل الطرق مباشرة بقى أو غير مباشرة إنها تشككك في نفسك وتسيطر عليكي، تبعدك عن أصحابك وأهلك، ويحاول يعرفك إن الحياة من غيره جهنم، وإنك مش هتعرفي تعيشي من غيره، ويبقى هو ملاذك الوحيد. بس للأسف بيكون جهنمك الوحيد ولا شفاء منه، ويبقى الأول والآخر للاختيار. الاختيار هو أهم شيء. ابعدوا عن العلاقات التوكسيك يا جماعة،